تتخيل بالشكل هذا من دون اي كوفر بلايرز صوت في اللعبه كيف دخل اكاي اكاي يوصل هذا البيس تايت اكاي مش موجود ما فيش فري كوفر زميله اكاي يتخلصوا منه بكل سهوله فلازم نشوفوا جوله مثل هذه تي تايك يضيف كريتر على دارزلي ماذا يحدث على دون ويموت على يد كوي الشمال كي يصعد البلاتفورم اكاي الاواخر اكاي الثاني ضبط مع كي دونو تربل خلاص 11 جوله موجوده من عندهم تحرك يا راجل يوعى واحد اكزت كالعاده هو اللي بيتريد جيك من السي تي وايس لي اكزت اكاي هل فيها كيل يا كاسبر ممتاز يتخلص من اكزت بعد استعمال ابدراج كاسبر تنتهي في تريبل كاسبر مش اوه دارزلي بالكيل الثاني استحوذ على باندل شوف البارانويا كوادرا كيل دازلي مش ذكي جدا اكاي حلوه الفلاش احلى الدوج اكاي يضمن الاول الثاني لاكاي والرابع لي اكاي التمركز اللي على اكزت الان ممتاز الكيل الاول اكزت مكانه شوف الان تي تايك واش اسيست من دون اي بارانويا ممكن فيها تريبل تي تايك يتخلص من فرانكي كوادرا كيل الوحش تي تايك فري روكيت دي بايرو ممكن سبراي دي بايرو وسط السبراي يجيب روكيت 1 في 1 سيناريو ما بين كنترول الانيشيتور ما بين جزائري المصري ما بين دي بايرو اللي كي اوبس يكمل الديفيوز كي اوبس سوايت سوينجو دي بايرو دي قوه روكيت الكسندري موجود حذري من الثرو اللي ممكن يكون موجود البيك روكيت حاضر من كلاتش من روكيت الشغله الوحيده ما يلزمش راح يعمل فيها ثرو ولكن بالحديث على ثرو ممكن شو من جي كي لانه شنايدر حاضر بدبل ستار ممتاز من التيم مش ممكن على صاير جيل شوت مع مش بكريت لاي سلاح كله فيز شلب يبص وراه ساند يوقع روكيت ساند ثاني ساند ثالث ما بيرحمش ساند رابع ما بيهداش وساند كوادرا كيل كل يوقع ويلاندر هل دوبل بالنسبه للرعد وين هو الاول روك روك ثلاثة مش ممكن تعالى فيز بيقول له خد عايزين يجيبوا كل كيك يوبس شلبي بوش فاير معمول له تيتين شنايدر ليه مكمل من ولكن حذر لو اتش بي لعب يراد باي واي هيد شوت من شلبي ممتازة شنايدر يبقى الاخير بتشامبي كوادرا كيلي شلبي